كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير. خلاص رمضان على الأبواب، وطبعا الشهر الفضيل زي ما بيكون ليه عبادات وطقوس دينية خاصة بيه، كمان بيكون فيه طقوس خاصة بسفرة الفطار والتحضير لرمضان من قبله بفترة كبيرة، وكل الأكل اللي احنا متعودين عليه في رمضان، ورمضان يحب اللمة ولما تحب الأكل وأمر الدين وكل المكسرات ولوازم رمضان اللي أكيد حضراتكم عارفينها، ربنا يقدر الجميع إن شاء الله تكون موجودة على سفرته. لكن السنة دي رمضان جاي في وسط أزمة تضخم عالمية بسبب الأزمة في أوكرانيا، علشان كده الحكومة المصرية اتحركت بشكل استباقي علشان تخفف آثار الأزمة دي، وخاصة التأثير الخاص على سلع رمضان. وكان المفروض أنه معارض أهلا رمضان تبدأ يوم 24 مارس، لكن تم تقديم الميعاد وهتبتدي من النهارده ان شاء الله في عدد كبير من المحافظات، وهتستمر لحد اخر الشهر الفضيل باذن الله. ودي هتكون فرصه كويسه الحقيقه للناس انها تشتري سلع رمضان باسعار مناسبه وبنسبه تخفيضات بتوصل من 20% ل 30%. ده غير كمان انه في تكامل وتنسيق بين كل الوزارات علشان يتم ضخ اكبر كميه ممكنه من السلع في السوق. مثلا وزارة التموين بتوفر كل السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، وإحنا بقى عندنا المجمعات دي موجودة في كل مكان، لأنه عندنا حوالي 1300 مجمع استهلاكي، ده غير منافذ جمعيتي وكمان منافذ وزارة الزراعة. الكل بيشتغل مع بعضه، الكل بيكمل بعضه علشان في الآخر يكون عندنا معروض كتير. هيحصل إيه لما المعروض يزيد؟ هيكون في تخفيض في الأسعار، ده شيء طبيعي، أو على الأقل كمان هيكون في استقرار في حالة السوق. عمرك ما تنزل تدور على سلعة ما تلاقيهاش موجودة، ويمنع التلاعب بالأسعار يا شاذ. ده كلام مظبوط فعلا، وعايز أقولك أنه مع توافر السلع في السوق لازم يكون معاه رقابة، ورقابة صارمة كمان. ده اللي الحكومة أعلنت عنه في اجتماعها الأخير لما أكدت على تكثيف زيادة الرقابة على التجار لمنع تخزين أو احتكار أي سلع. والحين وزارة الداخلية بتقوم بالدور ده كويس جدا خلال الفترة اللي فاتت، وتقريبا بشكل شبه يومي بيطلع تقرير عن الجهود اللي بتقوم بيها في مراقبة السوق وضبط أي مخالفات تتعلق بقى بتخزين أو احتكار أي سلعة. ده غير إنها كمان بتساعد في توفير السلع بتخفيضات كبيرة جدا من خلال مبادرة كلنا واحد، واللي نفذت منها لحد دلوقتي 21 مرحلة، وهتنطلق النهاردة المرحلة الـ 22 في 993 فرع، ده على مستوى الجمهورية. ده طبعا غير الشوادر بقى والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية، واللي هتوفر السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة. ده كله في النهاية هدفه إيه؟ هدفه واحد، وهو تأمين السلع الأساسية اللي بيحتاجها كل بيت مصري خاصة في شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، نصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.